احنا مش هنشرب حاجة ولا ايه؟ Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. Thank you. Yes, sir. ايه التطور الرهيب ده؟ ياسمين ازيك؟ هاي، هاو ار يو؟ ام فاين، هاو از يور ستودنت؟ اوه شيز بريليانت، بجد هايله. جريت جريت، ام براود اوف هير. يس وي اول ار. طبعا ما كنتش هعرف الكلام ده من غير ياسمين. ابدا، على فكره انا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدره الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. اني واي، وير دون فور توداي، ثانك يو داليا. سو ويل تشات شات ليتر اون، اند ايل اكسكيوز ماي سيلف. اول رايت. ثانك يو ياسمين، ثانك يو ياسمين. ثانك يو، باي. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا جدا جدا. ميرسي. على فكرة أنا مسافر باريس بعد كام يوم كده. أجي معاك. بصي والله أنا فكرت آخدك معايا، بس فجأة افتكرت أنتي لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقة. آه. إزاي نسيت المصيبة اللي أنا فيها؟ أنا ما كانش قصدي أزعلك. لا أنا ما زعلتش. أنا بس افتكرت. افتكرت إيه؟ افتكرت اني تايهه بين دنيتين، اللي فات ومش فاكراه ومش عارفه اوصله، واللي انا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفه اعيش. لا 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 لا، انت مش لازم تفكري بالطريقه دي خالص. انا مراد الجرحي، اقدر اعمل حاجات كتيره جدا. يلا قومي جهزي عشان نروح للشركه. اه يلا. كده يبقى اتفقنا، ومش فاضل غير امضة مراد بيه. زمان وصل. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ ممكن طبعا. هو انت مرتبط؟ يعني ايه مرتبط؟ يعني مرتبط يعني في واحده في حياتك؟ في كذا واحدة في حياتي، بس أنا مش مرتبط. يعني إيه؟ مش فاهم. أنا بكل وضوح وصراحة بعمل علاقات لأسباب مختلفة. في واحدة بعرفها علشان ذكية، بتفهم؟ في واحدة بعرفها علشان مثقفة، في واحدة بعرفها عشان اسمها حلو، في واحدة تانية بعرفها علشان دمها خفيف كده يعني. وعلى كده بقى انت تعرف كام واحدة؟ هو انا لازم اعدهم؟ تهيألي يعني المفروض تعرف ارتبطت قد ايه؟ اعد ليه؟ هو انت بجد
عمرك ما قابلت واحدة وحبيتها؟ أنا عمري ما عرفت واحدة في حياتي إلا وحبيتها بصراحة. طيب ها ها إيه؟ قلت إيه؟ قلت إيه في إيه؟ نعمل علاقة. علاقة إيه وأبقى واحدة من ال حريم بتوعك دول؟ اللي انا مش فاهمه انت بتتكلم ازاي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش قادره استوعب بصراحه، يعني حاجه غريبه.